طفل مبني عليها روان حافظ حافظ والموالي عمدا مع سبق الاصرار بل بيتت النيه وعقدت العزم على قتلها وبها منها بعد اقصائها اليها برغبتها المانحه في العمل مثل شقيقتها التي على خلاف مع المتهمه والتحرر منه من تحكمها المفرط في امرها بغض المتهمه نحوها تعزمت في رويه وتدبر على قتلها واستخدمت لذلك السكين قطعت لذلك سكين بمسكنها طعنت المجني عليها به عدة طعنات بعنفها قاصدة من ذلك قتلها احتزت بها الإصابات الموصوفة في تقرير صفة تشريحية والتي أودت بحياتها أحرزت بغير ترخيص سلاح أبيض سكين دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية عن دعم باب تحقيق نيابة طلب التقديم والاستفتاء سؤال قتلت بنتك روان؟ قتلت بنتك روان؟ تمام لا واحد من أجمعتنا من استقالة ألم وصل المتوفى إلى رحمة مولاها لأن المتهمة هي أم فالحج وعدم الحج لازم الحكم النهائي بقت حتى نفسه القرار المساءه نفسه ما عرفناش اللي يقول لحد دلوقتي لان المتهمه في وعي كامل منها دخلت محبسها بالبطاقه بتاعه المعاش ومنعت البنت اللي بره حتى من استحقاق المعاش بتاعها وبطاقه العشره تمام فاحنا سعادتك نختاروا عن اخواتها البالغين لسن البلوغ عن محمد حافظ وحسام حافظ اخوات المتوفاه الى رحمه الله مولانا الاثنين الصبيان البنت قاصره لسه لم تكن سن البلوغ من القصر؟ من عندها كم سنه؟ عندها هتسبب السن في شهر 12 هي 20 سنه يعز علينا ان نقدم للنيابه العامه ونطلب بعد توقيع اقصى العقاب على المتهمه القضاء بالاعوان المدنيه. اركان الجريمه متكامله في حق المتهمه وهي على وعي كامل تم عرض المتهمه على الطب النفسي وبعد ايداعها لمده 45 يوم تبين بالنتيجه النهائيه صاد 90 انها كانت على وعي كامل ولم يغيب عنها ذهنها ولم تتعرض الى اي تاثيرات خارجيه تغيب عنها الوعي او تجعلها ناقصه الادراك فيما ارتكبته من وقائع او جريمه. الجريمه سعادتك اللي هي ارتكبتها ليه؟ يعني بنتها القريبه منها اللي هي بتنفس فيها غضبها كل ما بتكون غضبانه ليه وليه تقول لها انا عايزه اشتغل علشان الدنيا ضاقت علينا وعايزه اشتغل زي اختي؟ اختك اللي بتعمل لي مشاكل، اختك اللي كل يوم بتعمل لي مشكله، وسعادتك في الاوراق قبلها بيوم مباشره امنيه اللي هي القاصر دي توجهت لمركز دسوق برضه والدتها كانت متعديه عليها بالسب والقصف، فاحنا سعادتك بننضم للنيابه العامه وتوقيع اقصى لك. دفاع أحمد الزناتي علي فراغ لأنه في يوم 30/7/2023 كان في ضبط محافظة كرم الشيخ أحرز جوهر مبادر الحشيش من قصر الإنذار بغير الأحوال المصنع بها قضية قانونة أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين على لحم الخشب تحت قاص تدفع بالنظام القبض
على المتهم وتفتيشه، وذلك لعدم وجود حاله من حالات البلاغه المنصوص عليها قانونا. ثانيا، ندفع بعدم معقوليه حدوث الواقعه كما صورها ضابط حضر الدكتور. ثالثا، اقرار الضابط بالشهاده وحجم باب افراد القوه المرافقه. خامسا، انتفاء صله المتهم بالمضبوطات. سادسا، عدم وجود ثوابت المتهم في مثل هذه القضايا سيد الرئيس، كل القضايا بجهه الاتهام. اعتصام المتهم بالانكار منذ فجر التحقيقات. واخيرا، عدم اثبات المقبوليه لضبط احوال المكتب. بالنسبه لبطلان القبض والتفتيش سيد الرئيس، علمنا من حضراتكم ان هناك لا بد ان يكون هناك حاله تلبس كي يقوم الضابط بالقبض على المتهم.